تأكيد يعني هذا ما تحدثنا به منذ استلم السيد السوداني وتم التصويت على حكومته، قلنا سوف الذي تحالف معه لربما يتحول إلى غريم أو إلى خصم، وهذا ما حصل حتى مع السيد الكاظمي. ليش هو السيد الكاظمي من الذي جاء به؟ أليس لا. هذه القوى السياسية التي جاءت بالسيد السوداني وحتى السيد عادل عبد المهدي وغيرهم؟ إذن على ما يبدو الصراعات والتسابق والتقاتل وليس من أجل خدمة الناس بقدر ما هي خدمة المصالح الشخصية والفئوية والذاتية. وهناك حملات ليس على السيد السوداني فقط، يعني مع الأسف حتى في اليومين الماضيين نرى هناك هجمات على رئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي، أنه اعتقدوا بأن هذه الشخصية، هذا الشخص الشاب الذي استطاع أن يقدم ما لم يقدمه أحد، أولا للمكون وثانيا للعملية السياسية، بالتالي هذا الحسد أو هذا الحقد هو ليس جديد عند بعض السياسيين الذين لم يقدموا شيء لا لمناطقهم ولا لجمهورهم. عندما تقدموا الآن تأخروا وتلاشت كل طموحاتهم وشعاراتهم، بالتالي على ما يبدو دائما بقدر تغيير القناع هو يظهر النفاق الحقيقي لبعض السياسيين، خصوصا الحملة الأخيرة مثل ما قلت على السيد الحلبوسي وحتى على السيد السوداني. نعم. إذن الحملات والتسقيطات هي ليس جديدة، يعني حتى يوم أمس واليوم نرى هناك حملات على كثير من الشخصيات التنفيذية التي قدمت ما لم أحد يقدمه في السابق، يعني على سبيل المثال رئيس هيئة التقاعد السيد عياد الجبوري على الأقل يعني قلل الفجوات أو الصعوبات للمتقاعد، بالتالي عندما نجح بتقديم شيء وكشفت عورات السابقين من رؤساء هيئات أو مدراء بالتأكيد تكون حملات عشوائية تسقيطية ليس غايتها تقديم للناس وإنما غايتها نفعية وابتزازية. نعم.